مرحبا بكم مجددا في اكسترا نيوز لليوم. عدة وسائل اعلام منشغلة بالغزو الروسي المحتمل لاوكرانيا، وفي غمرة الاحداث والتطورات المتتالية تبرز اخبار من نوع اخر وتفاصيل مرتبطة اساسا بهذه الازمة. في عدد سابق من اكسترا نيوز كنا تحدثنا عن سر الطاولة الضخمة الطويلة البيضاء التي جمعت بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون، وبعد ان كانت تحدثت عدة منابر وتحليلات على أن الطاولة الطويلة وبعد المسافة بين القائدين كان مقصودا ومتعمدا من الرئيس الروسي بوتين، جاءت فيما بعد تفسيرات من مصادر مطلعة على البروتوكول الصحي للرئيس الفرنسي تفيد بأن الأخير وجد نفسه أمام خيارين: إما قبول إجراء فحص PCR تجريه السلطات الروسية ومن ثم السماح له بالاقتراب من بوتين، أو الرفض ما يضطره للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، وهو ما حصل فعلا خلال ذاك اللقاء. الرئيس الفرنسي طبعا رفض إجراء الفحص الروسي، والسبب هو نفسه الذي انشغلت به المنصات وتحدثت عنه وسائل الإعلام مرة أخرى وبإسهاب. فما حقيقة الفحص الذي تجريه السلطات الروسية لزوارها قبل لقاء الرئيس بوتين في الكريملين؟ وما السبب أيضا وراء رفض ضيوف الرئيس الروسي إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19؟ شبكة فوكس نيوز الأمريكية كشفت بعض التفاصيل وبعضا من خيوط الحقيقة، مؤكدة أن المستشار الألماني كان من أوائل الرافضين لإجراء اختبار PCR، خصوصا أن موسكو تصر على أن يكون الاختبار روسيا. هذا الإصرار أثار فعلا ضجة واسعة وانتشر على نطاق واسع، ورافقته شكوك حول محاولة موسكو الحصول على الحمض النووي لزوارها، خاصة وأن العينات المستخلصة من فحص كورونا تحتوي على أطنان من الحمض النووي يمكن استخدامها في أي نوع من الأبحاث على الشخص المعني. في هذا السياق، خبراء لادين أو الحمض النووي كشفوا أن الأخيرة يحتوي على التعليمات التي يحتاجها الشخص للبقاء والنمو، كما يمكن استخدامه في علم الطب الشرعي لربط شخص ما بدليل ما مثلاً، أو لإلقاء القبض على شخص كان مشتبه به في جريمة. بالتالي عملية أخذ لادين لزعماء عالميين وصفت في هذا الإطار بالأمر المخيف للغاية، وما أجج المخاوف من ظهور حروب أخرى من نوع آخر. ولما لا؟ ما يدري، ففي علم الجينات وفق خبراء سيكون هذا العلم يوما ما إضافة مفيدة في صراعات القوى الدولية كوسيلة مهمة في عالم الأمن القومي والتجسس الدولي الذي ينطوي على مخاطر عالية.